مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، الطموحات عالية والأمال كبيرة في هذه المباراة. النادي الأهلي في مواجهة نادي النصر السعودي، مباراة مهمة للمدرب يمكن من خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين وأن يخرج بنتائج عظيمة واستفادة كبيرة. تبدأ الآن أحداث المباراة مع ركلة البداية. علي ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. افتكاك رائع للكرة وإيقاف هذه المحاولة. كريستيانو رونالدو، انظر إلى البينية الحاسمة هنا من فوق الحارس، مشاها عداها. يا مجنون يا لعيب يا مجنون. نتابع الهدف مرة أخرى الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة وبعد ذلك الإنهاء، لمسة فنية من فوق حارس المرمى. الله على المهارة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. الخطأ موجود هنا لكن اللاعب مستمر مع إتاحة الفرصة. كرة بتبعد وبيسيطر عليها. الله على اللقطة الماضية. تخرج الكرة إلى رمية التماس بعد تمريرة تفتقد قليلا للدقة. قرار انضباطي من حكمة اللقاء بالعودة وإشارة بطاقة صفراء. فرصة من جديد لكرة التعادل. يا الله التعادل لم يتأخر، الرد كان سريعا لتعود الأجواء إلى نقطة البداية. إعادة لكرة الهدف، شوف التحرك، تابع التمركز، شوف كيف اللاعب تواجد في المكان والزمان، وضع الكرة داخل المرمى، حارس المرمى لا يلام في هذه اللقطة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. البينية هنا في منتهى الخطورة. هذه كرة هدف. الله على هذا التصدي، إيقاف لخطورة الكرة هنا ومنع استقبال هدف آخر. ركنية إلى داخل المنطقة، يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر. الكرة تذهب سهلة في المكان اللي يقف فيه حارس المرمى. لويس جوستافو، مارتينيز، تانيسكا. التصدي هنا لم ينقذ الموقف بالكامل. اختار الحل الصعب، فكر في التصويب، كان ممكن يمرر، كانت عنده حلول أخرى في اللقطة الماضية. مروان فيلايني بيخلصها في هذه اللقطة. عنده فرصة التمرير. غونزالو مارتينيز، ولا مع تاليسكا. كريستيانو،
افتكاك ممتاز في الثمنتاش. تغيير في الاستحواذ. شوف الضغط العالي الان على الدفاع. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة في مناطق خطيرة. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. هل تأتي الكرة الحاسمة الآن في هذه التمريرة؟ ركنية تأتي مشاهدينا، قد يكون معها فرصة لكسر التعادل. بيلعب لكرة في منتصف ال 18. إبعاد سيء والخطورة مستمرة. تدخل ناجح هنا لاستعادة الكرة. النصر يهاجم الآن، لكن تروح الكرة وبتضيع الفرصة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو، يا سلام على حارس المرمى، حافظ على تركيزه، على ثباته، على شباكه على مرماه. أبعد كرة من مسافة قريبة. بينفذ الركنية. فشل في إبعاد الكرة. كرة كانت ملعوبة تشيب بشكل مهاري، لكن بتضيع وبتعدي من فوق العارضة. عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، الفريق الآخر يبعد الكرة. خطأ لصالح النصر. حارس المرمى لم يبذل أي مجهود لإيقاف الضربة الحرة واللي كانت سهلة. فرصة خطيرة هنا. مستحيل، أي سوء حظ في هذه اللقطة. الكرة تصطدم في المدافع ويتغير اتجاهها وتستقر في المرمى. نتابع الهدف مرة أخرى. شوف الكرة كيف تحول مسارها وأصبح من الصعب جدا التصدي، وبالتالي هدف لا يسأل عنه أحد. النصر متأخر في النتيجة. كريستيانو رونالدو. كريستيانو، الحارس ينقذ الكرة بسهولة. في دقيقتين كوقت مضاف بدل ضايع. مساحة كبيرة موجودة أمامه في طرف الملعب. فرصة للتسجيل. الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. ضربة البداء في الشوط الثاني عند النصر. مساحة واسعة للنصر على الجناح. غريبة اللقطة، كرة من زاوية صعبة، كرة مستحيلة يا رجل، ومع ذلك سددها. فرصة بتضيع. لا أعرف ماذا كان يفكر في اللقطة الماضية، إن كان يفكر من الأساس. كرة تمرر بكل سهولة، لكن بتضيع الكرة ويضيع المجهود في محاولة بناء الهجمة. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد.
فيها، انطلق فيها، راح راح، ينجح في التصدي. علي تمسحها في الطرف، يدخل إلى عمق الملعب. مروان فيلايني، يا سلام على حارس المرمى، على كرة، شوف ردة الفعل، شوف الرياكشن، شوف المسافة القريبة، لكن الله على حارس المرمى. يرسل لك كرة لوسط المنطقة، تصويبة وصلت في النهاية إلى حارس المرمى. كريستيانو رونالدو، غونزالو مارتينيز، ملعوبة إلى لويس كوستافو، كريستيانو رونالدو ومحاولة، لكن الكرة تصل إلى الحارس. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. مروان فيلايني، محاولة خطيرة لكن بتروح سهلة على حارس المرمى، وتصدي سهل في هذه اللقطة. أندرسون تاليسكا، الكرة بتضيع من كريستيانو رونالدو. والتسلل موجود في هذه اللعبة. إذن تبديل يجريه الفريق الآن. مارتينيز، فشل في الاحتفاظ بالكرة. بينية خطيرة، يبتكى في مكان خطير، أندرسون تاليسكا، يفقد الكرة هنا. تسلل الموجود في هذه اللقطة، في تغيير في صفوف النصر. الكرة راحت من جانب النصر، الآن يجد الحلول بتحرك زملاء، عنده فرصة للتسجيل. أوهو، الله على الفلم، على الثقة، على المهارة، على التسجيل، هدف من كرة تطلع وتنزل في المرمى بالتأكيد. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. يستعيد الكرة بدون التدخل في أخطاء، محاولة من النصر لكسب المباراة في الدقائق الأخيرة. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. كريستيانو رونالدو، لويس كوستافو، مغامرة بتدخل رائع داخل المنطقة، خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة. فاول من مكان خطير، قد نشاهد في
البطاقة تظهر الآن. واضح بأن قادم اللحظات قد نشاهد تغيير من جانب المدرب. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. ضاعت الخطورة بعد تصويبة بعيدة جدا عن المرمى. تناقل جميل للكرة في آخر اللحظات، ممكن أن تكون الفرصة لحسم هذا اللقاء. محاولة تنتهي، الدفاع ينجح في التغطية. انطلاقة قوية في الثلث الهجومي. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب، الله على هذا السيناريو. انهيار في الوقت الأخير، رصاصة الرحمة في الوقت بدل الضايع، هدف قبل لحظات من الصافرة، الله على التوقيت. النصر متأخر في النتيجة. ثلاث دقائق مشاهدينا، لا أكثر كوقت مضاف. كرة هدف في هذا التوقيت، وجدت طريقها إلى المرمى. هدف ثاني يأتي سريعا، يعزز التقدم ويجعل النتيجة مريحة. تابع الهدف مرة أخرى، تمريرة بينية رائعة ومن مسافة قريبة من المرمى، يعني بأن الهدف مضمون هنا. تنطلق إذا فترة نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم. فوز مريح اليوم يؤكد على قوة الفريق وحسمه، ومحاولة إسعاد جماهيره بكل الأشكال الممكنة. كان واضح الراحة على وجوه الجماهير بعد تسجيل هدف تعزيز الفارق واللي أراح الجميع. ظهر بشكل ممتاز في مباراة اليوم، قدم عرض جيد وبذل مجهودات كبيرة كان لها دور كبير في تحقيق الفوز. تمكن من زيارة الشباك وسجل هدف ساهم من خلاله أيضا في فوز فريقه في مباراة اليوم. إجمالا كان أداء جيد في اللقاء.